مشاهدينا متابعينا الكرام، الراية البيضاء لاندفاع ثاني أشواط هذا المساء. 18 خانة في هذا الشوط ودورة كاملة حول المضمار والبحث عن أول انتصار. اكتملت الأسماء مشاهدينا متابعينا الكرام لثاني أشواط هذه الأمسية. الخيل المبتدئة الإنتاج المحلي، رفعت الراية البيضاء. إذن اندفاع موفق سيداتي أنساتي سادتي من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك خالد في الحوية هنا في محافظة الطائف في شوطنا الثاني. الخيل المبتدئة الإنتاج المحلي عمر الأربع والخمس سنوات على مسافة الألفين متر، مسافة الميل وربع الميل، مسافة التن فورلون، قيمة الجائزة 50,000 ريال والبحث عن أول انتصار. يبدأ محفود في أولى مشاركاته ابن سبانش ستيب في المطاردة من الأنصار الاحتياطي الذي نجح بالدخول هنالك بهيان في ثالث المراتب، من بينهم الحيوي في المرتبة الرابعة، متماسك في الخامسة، وملفات يتمركز سادسا، هنالك ايضا الافهم يتمركز سابعا، تدي في الثامنة، وايضا انيس الجليس في سابع المراتب، كوفيد برفقة نجم دبي في السادسة والسابعة. هنا يبدا محفود في المنعطف الاول في هذا الشوط. القدوم من قبل الانصر بن سانتندان مع عبد العزيز الموسى رباعي المقدمة في هذا الشوط. الحيوي من بينهم وبهان من المسار الخارجي ابن دبي ديستنيشن، يظهر روبرتو بيريز مع متماسك ابن تيك تيرس من خلفهم يبحث عن مسار، هنالك هامر ومن امامه تظهر ملفة في هذا الشوط. هنا البحث عن الانتصار الاول، انقطعت نصف المسافة، هنا بدأت الاشارات من قبل الخيالة، بدأ عبد العزيز الموسى بإعطاء الإشارة للأنصر بينما الحيوي ابن أوزيكات لا يزال يتمركز في أولى المراتب. القدوم من بيهان ملفة من خلفهم تبحث عن مسار، هنالك أنيس الجليس في خامس المراتب متماسك يظهر سادسا، وهامر في هذه اللحظات يبحث عن مسار قبيل المنعطف الأخير 600 متر الأخيرة، وجد المسار على ما يبدو هامر من المسار الداخلي. الأنصار من بينهم ملفى من المسار الخارجي، التوفرلينك الفاصلة، صراع البحث عن الانتصار الأول، رائد الفيروز وجد المسار لهامر برنش فيفر، بدأ باستحثاثه الآن، ملفى من المسار الخارجي، بدأ هامر ملفى بالقدوم، ابن دبي ديستنيشن قادم الآن مع كامل سوبينا، هامر يحافظ، ملفى من المسار الخارجي، الرمية الأخيرة، الأنصر يعاود من المسار الداخلي، هامر ملفى، ملفى وهامر، رمية برمية، خط النهاية، وإذ ملفى، ابن دبي ديستنيشن الذي على ما يبدو سجل هذا الانتصار في آخر الأمتار. الأمتار الأخيرة في هذا الشوط، الخيل المبتدئة، الإنتاج المحلي تنافست حتى آخر الأمتار للبحث عن أول انتصار. هنا هامر ابن رنج فيفر مع رائد الفيروز وبشعار عبد الله سريع وتحضيرات عبد العزيز الموسى. نشاهد ملفى من المسار الخارجي، هنا ابن دبي ديستنيشن مع كامل سبينا يستحث أكثر فأكثر، المطاردة إلى خط النهاية، الرمية الأخيرة لملفى في هذا الشوط الذي قطع مسافة الألفين متر بزامن وقدر دقيقتين وواحد وعشرون ثانية واثنى عشر من الثانية. ملفى يسجل هذا الانتصار، نظرة فنية مع الاستوديو التحليلي والزميل عبد الله تويجري. شكرا.